الكعبة المشرفة تكتسي أجمل وأبهى الحلل، يزين لباسها آيات القرآن الكريم بأجمل الخيوط الذهبية. عام كامل تتم فيه صناعة هذا الثوب الأغلى والأروع لأقدس بيت، بيت الله الحرام. هذا الثوب الجميل، ثوب الكعبة المشرفة، الثوب اللي يجذب أنظار العالم الإسلامي من جميع أنحاء الكرة الأرضية. هذا الثوب الذي تقدر تكلفة الإنتاجية 20 مليون ريال بارتفاع كسوتها البالغ 14 متر. ولصناعة ثوب الكعبة حكاية، وللقربة منه رواية، واليوم بإذن الله راح نعيش جزء من هذه الجماليات في هذه الحلقة. الآن نحن متواجدين في المسجد الحرام، وراح يكون معنا اثنين من زوار هذا البيت العتيق نتعرف عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي الكريم. اسمي فضل الله. اهلا وسهلا استاذ فضل الله. اسمي الكريم. اهلا وسهلا استاذ فريد، شرفنا بكم. باذن الله راح يكونوا معنا اليوم للاطلاع والمشاركه على تفاصيل ثوب الكعبه المشرفه. نبدا ننطلق على بركه الله. بسم الله. ومن مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بأم الجود، هذا المجمع الذي مهمته فقط صناعة كسوة الكعبة المشرفة والعناية بها، معي الآن الأستاذ رائد الأحياني مدير وحدة العلاقات العامة بمجمع الملك عبد العزيز لوحدة الكعبة المشرفة. أهلا وسهلا أخوي رائد. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. يعطيك العافية. حدثنا باختصار عن هذا المجمع. مجمع الملك عبد العزيز هو كان بأمر من الملك عبد العزيز رحمة الله عليه لصناعة كسوة الكعبة في عام 1346 للهجرة. أول كسوة صنعت في مكة المكرمة كانت في عام 1346 بأمر من الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، ثم انتقل إلى مبناه الحالي في أم الجود في عام 1392 للهجرة. طبعا يضم مجمع الملك عبد العزيز إلى عدد من الأقسام، إن شاء الله أنه نقدر نطلعكم على جزء منها بإذن الله. الآن أيضا معنا ضيوف بيت الله الحرام اليوم تشرفوا وتواجدوا معنا بالمجمع. بإذن الله راح نطلع سويا على بعض هذه التفاصيل. أهلا وسهلا فيكم. بسم الله، توكلنا على الله. تفضل. حياكم الله. عندنا هنا نموذج للستارة الداخلية لكسوة الكعبة المشرفة. الستارة الداخلية أو كسوة الكعبة من الداخل كانت باللون الأحمر حينما قدمت من الهند، ثم تم تحويلها إلى اللون الأخضر أول ما بدأت صناعتها في مكة المكرمة. هذا قسم النسيج اليدوي. جميل. كانت كسوة الكعبة المشرفة تصنع بهذه الآلية. جميل. عن طريق هذه المكاين، هذه مكينة اللي هو الثوب الخارجي لكسوة الكعبة. كانت طريقة العمل على كسوة الكعبة الخارجية كانت يدوية والداخلية أيضا، فكانوا شخصين يقفون على هذه الآلة ويتبادلون الأدوار لصناعة اللي هو الثوب الخارجي لكسوة الكعبة. ايش رايك تشرف؟ تفضل. بالقرب منها. الطريقة كانت جدا معقدة وصعبة في السابق، وكانت دقيقة جدا. ايضا كانت دقيقة. طبعا كنا في الآلة اللي كانت تصنع الثوب الخارجي لكسوة الكعبة، والآن اللي هو لكسوة الكعبة من الداخل. يميزهم عن بعض اللي هو اللون. الكسوة الخارجية كانت باللون الأسود، والكسوة الداخلية للكعبة المشرفة باللون الأخضر. في السابق كانت بالأحمر صحيح؟ كانت في قبل العهد السعودي كانت باللون الأحمر زي ما استعرضنا النماذج. جميل. يعطيك العافية أخوي. الله يعافيك. إيش رأيك الآن نروح نجرب الآن مع بعض ونشارك عملية النسيج؟ الخياطة. طيب تفضل معنا. بسم الله على بركة الله. جميع العاملين الآن كلهم سعوديين؟ طبعا عندنا أكثر من 180 موظف ما شاء الله بالكامل سعوديين 100%. ما شاء الله تبارك. طبعا هذا منسج عملية النسيج اللي أنا. هذا عملية النسيج. هذا منسج من كسوة الكعبة المشرفة. تمام. هذا قطعة من قطع ستارة باب الكعبة المشرفة. الستارة اللي على باب الكعبة المشرفة هذه واحدة من القطع الموجودة على الستارة. القطعة هذه تشتغل تقريبا من 3 إلى 4 شهور من العمل اليدوي. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيكم العافية يا شباب، قواكم الله. ويتكون قماش كسوة الكعبة المشرفة من 47 طاقة قماش بعرض 98 سنتيمتر. أما مقاس عرض قماش الكسوة من جهة الملتزم فيبلغ 12 متر و25 سنتي. أيضا مقاس عرض قماش الكسوة من جهة الحجر 10 أمتار و29 سنتي. أما مقاس عرض قماش الكسوة من جهة باب إبراهيم 12 متر و74 سنتيمتر. ويبلغ طول ستارة باب الكعبة المشرفة 6 أمتار و32 متر بعرض 3 متر و30 سنتيمتر. أيضا هناك وقت قياسي سجل
في إسدال ثوب الكعبة المشرفة في وقت قياسي أقل من 4 ساعات. العملية سهلة أخوي فضل الله ولا صعبة؟ صعبة. الله يعطيهم العافية، الشباب هنا يبذلون كل وقتهم في صناعة هذا الثوب. ثوب الكعبة المشرفة، هذا الثوب الأسود الجميل من أنفس حلل الحرير، رصعت عليه آيات من القرآن الكريم بماء الذهب، تتقرب منه الجموع كل عام حبا وشوقا في الكعبة المشرفة. اليوم بإذن الله معي الأخ سامي المزين يطلعنا على بعض تفاصيل هذه العناية بثوب الكعبة المشرفة. السلام عليكم أخ سامي. الله يعطيك العافية. أعطينا اليوم تفاصيل العناية بثوب الكعبة المشرفة. إيش الأدوات المستخدمة معك الآن في عملية الصيانة؟ الأدوات المستخدمة في عناية صيانة ثوب الكعبة المشرفة اللي هو المقص والإبرة والخيط. جميل. الآن كم طبقة ثوب الكعبة المشرفة؟ طبقتين، الطبقة السوداء اللي عليها النقش الآيات، وطبقة البطانة الداخلية باللون الأبيض. جميل. الآن هذا تلف الآن معرض في ثوب الكسوة؟ معرض ثوب تميش، نمش. جميل. الخيوط من تحت. نبدأ الصيانة على بركة الله. نبدأ الصيانة إن شاء الله. نقص الزايد. جميل. من النمش. جميل. ممكن أشرب معاك؟ تفضل. بسم الله. الآن الخطوة الأولى من هنا ولا من جوا؟ من هنا تحط الإبرة. من جوا. إيه. رجل صعبة. عاد خلاص تعب. بالشكل هذا الآن. إيه، حط من هنا الإبرة من هنا. مرة أخرى. إيه، مو من فوق، من تحت. من تحت. أغرز لك. والله صعبة. الله يقويكم، الله يقويكم. جهد صراحة تشكرون عليه. الله يجزاك خير. بالنسبة كم الفترة اللي تتم فيها صيانة ثوب الكعبة؟ الصيانة مستمرة خلال 24 ساعة مدار الأسبوع. على مدار الأسبوع. على مدار الأسبوع. نعم. أنا والزملاء. الآن كذا خلصنا. الآن كذا خلصنا، بس باقي شويات. يعطيك العافية يا أخوي سامي. الله يعافيك. هنا بيت الله الحرام بجوار الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين وما هو أفئدتهم. كل عام تتزين هذه الكعبة في 9 من شهر ذي الحجة استعداداً لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله. بالطائفين العاكفين مطهر بيت الإله لمن سما وأتاه، شرف لمن بذل الجهود لراحة ساعين والداعين ذاك الجاه، ويطوف بالزوار حين طوافهم وبخطوهم يسعى إلى مولاه. الضيف ضيف الله وهو ببيته، طوبى لخادمه ومن يرعاه، طوبى لخادمه ومن يرعاه.